اهلا بيكم. في الفيديو ده ان شاء الله نتكلم مع بعض عن الفيز الثانية من مراحل حياة المشروع، وهي مرحلة البلانينج. زي ما فاكرين احنا ابتدينا بالانشاليزيشن، وبعدين البلانينج هنتكلم عليه، وفضل لنا الاكسكيوشن والمونيتورنج والكنترول والكلوزنج. المفروض البلانينج بيبتدي بعد الانشاليزيشن، ما يبتدي بياخد الاوثورايزيشن اللي هي اتفاقيه مبدئيه بينك وبين الكاستمر، ويطلع بعديها يبتدي يتكلم عن طلع التفاصيل بتاعه ايه اللي المفروض يتعمل وامتى. هنا الحقيقه المفروض نقف شويه عند البلاننج، لان في حاجات كتير بتتعمل فيه، ولازم نبقى عارفين وان فاندمنتال لو، مش هقول لك رول بقى، لو about planning، هو no plan is executed as it is planned. No way. ما تحاولش تعمل بلان وتتوقع ان هي تطلع زي ما هي. البلاننج يا جماعه عباره عن عمليه توقع لايه اللي هيحصل في المستقبل، واحنا ردود افعالنا على اللي هيحصل ده هيبقى شكلها ايه. طب بالله عليك، في حد فينا عارف ايه اللي هيجرى بكره؟ محدش عارف ايه اللي هيحصل في المستقبل. واذا كان محدش عارف ايه اللي هيحصل في المستقبل، يبقى بطبيعه الحال انت ما تعرفش ايه اللي هيجرى بكره. انت كل اللي بتعمله هو سام educated guess، بتخمن ايه اللي ممكن يحصل، واكوردنجلي تبتدي تقول طيب يبقى انا هستعد بالطريقه الفلانيه وابقى اعمل كذا وكذا وكذا. دي اللي بنسميه بلان. لكن الحقيقه ان ما حصلش قبل كده ومش هيحصل ان بلان تتعمل زي ما اتكتبت بالظبط. الانبياء بس هم اللي يعرفوا ايه اللي هيجرى بكره، وهم كمان مش بيعرفوا ده من نفسهم، ده ربنا اللي بيقول لهم. اوكي، يبقى اذا ما كنتش انت نبي، يبقى مفيش احتمال ان انت تبقى عارف ايه اللي هيجرى. اكشلي هنا في مقوله لطيفه ل اعتقد ايزنهاور. ايزنهاور كان رئيس الولايات المتحده الامريكيه، وقبل ما يكون رئيس الولايات المتحده هو كان رئيس اركان الحلفاء ايام الحرب العالميه الثانيه. واذا ما كنتش انا غلطان، يعني ذاكرتي ما خانتنيش، فالمقوله بتاعته الحقيقه بتقول ان احنا ما كسبناش معركه من غير خطه، بس ما كسبناش معركه زي الخطه ما بتقول. تاني، ما كسبناش معركة من غير خطة، بس ما كسبناش معركة زي الخطة ما بتقول. إذا كان ده راجل قراراته والخطط بتاعته بيترتب عليها حياة وموت عشرات ومئات وألوف من الناس، ومع ذلك بيقول لك ما فيش خطة اتنفذت زي ما قلنا زي ما عملناها، ولكن لازم يبقى فيه خطة. يبقى الخلاصة هو ان لازم يبقى في خطة عشان تبقى عارف انت عايز تعمل ايه، وبعدين لازم الخطة تكون مرنة كفاية ان انت تقدر تعدل عليها مع حياة المشروع، لان الخطة هتتغير. طيب، دي اهم حاجة قلناها بالنسبة للبلانينج. غير كده بقى تفاصيل البلانينج. تفاصيل البلانينج عبارة عن ايه؟ ان انت لازم تشوف السكوب بتاعك هيبقى ايه، وايه هتنفذ فيه ايه، الكواليتي هتعمل لها تيستينج ازاي، الريسك مانجمنت هتعمل ريسك اناليسز وريسك ميتيجيشن، وهتعمل ايه في الريسك، الريسورسز بتاعتك اللي هيحتاجها المشروع هتيجي منين، اللي كله اساسا ده مرتبط بالسكادجولينج، انت محتاج ناس امتى، ومحتاج ماتيريال امتى، ومحتاج فلوس امتى. يبقى كل ده يبتدي يدخل بتفاصيل اكتر من اللي كانت موجوده في مرحله الانشاليزيشن. لو تفتكروا احنا لما كنا في الانشاليزيشن قلنا دي خطه مبدئيه، مع ذلك بنرجع بقى ونكسر الخطه المبدئيه دي ونحط فيها تفاصيل اكتر ونعدلها بما يتراءى لينا من التفاصيل اللي بتبان قدامنا، وكل ده يصب في البروجكت بلان الرئيسيه اللي هي هتتعدل. على فكره ما تنساش البروجكت بلان الرئيسيه دي بقى هي اللي ممكن بعديها
نقول يلا بسم الله الرحمن الرحيم تعال نعمل اكسكيوشن. مع ذلك بيبقى في خطوه صغيره في النص، وهي ان ستيل زي ما قلت لك من شويه، او زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات، ان في اخر البلاننج ما زال العميل من حقه يقول لك خلاص مش هنكمل. اوكي يس ترو، ممكن قوي. ليه؟ لان لما بتظهر تفاصيل كتيره ممكن بيحصل تغييرات من اللي كنا متفقين عليه في الاول، او اللي كنا متوقعين انه يحصل في الاول، والتغييرات دي بالتبعيه ممكن ينتج عنها ان المشروع ما بقاش مفيد للكاستمر، وممكن ينتهي المشروع بانتهاء البلان. المهم خلصنا البلاننج، المفروض ان احنا نبتدي نتكلم على نطلع بقى من ده للاكسكيوشن. يبقى احنا اتكلمنا بسرعه دلوقتي عن ايه الفيز اللايف فيز بتاعت المشروع اللي اسمها بلاننج، واهم حاجه قلناها فيها هي ان انت لازم تبقى مستعد، مش مستعد بس، ده انت لازم تبقى متاكد ان البلان هتتغير، مش هتتنفذ زي ما اتكتبت او زي ما اتحطت في الاول خالص. نشوف بقى الاكسكيوشن، وده يمكن اسهل حاجه نتكلم فيها. الاكسكيوشن نتكلم فيه ان شاء الله في الفيديو الجاي.